مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى ورقة جديدة تأتيكم من القاهرة، ونناقش فيها أحوال جماعة الإخوان المسلمين بعد مرور 80 عاما على إنشائها. جماعة الإخوان المسلمين حتى في رأي بعض خصومها ما زالت أكبر الحركات الإسلامية وأقواها حضورا شعبيا في العالم العربي والإسلامي، وفي مصر أصبحت أكبر قوة سياسية بعد أن نجحت في الفوز بخمس مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة. ولكن هل نجحت الحركة في تطوير خطابها السياسي والفكري عبر مسيرتها؟ وكيف ستواجه تطورات القرن 21 من جهة، والضربات الأمنية المتلاحقة التي تتعرض لها من قبل النظام مرة من جهة أخرى؟ وهل تعاني الجماعة حقا من شيخوخة تنظيمية جعلت الشيوخ والقواعد المحافظة هي التي تتحكم في قرارات الجماعة؟ وكيف أثر ظهور المدونات على فكر الجماعة وأيضا على خطابها السياسي؟ وما هو مستقبل علاقتها بالنظام؟ هل هو الاستئصال الأمني والسياسي، أم استمرار سياسة الاحتواء، أم أن الجماعة ستحتفظ بقدرتها على فرض وجودها في الساحة السياسية مهما كانت الظروف؟ مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. انا خالد الشامي، ومعي هنا في استوديو قناه الحوار في القاهره المهندس علي عبد الفتاح القيادي في جماعه الاخوان المسلمين، والدكتور خليل العناني الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه. دكتور خليل، خليني ابدا معاك. انت اصدرت كتابا قلت فيه ان جماعه الاخوان تعاني من شيخوخه وتعاني من غيبوبه فكريه، وانها تواجه يعني اخطارا جمة إذا لم تقم بنوع من الثورة الداخلية للإصلاح ويعني التطوير. ما هو الدليل على هذا؟ في البداية لابد أن أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تعد كما قلت في المقدمة التي تفضلت بها أهم قوة سياسية موجودة في مصر الآن. وبالتالي عندما يتم وضع جماعة الإخوان المسلمين في هذا الإطار باعتبارها قوة سياسية مؤثرة، لابد أن يكون هناك تركيز أكثر على جميع ما يتعلق بالجماعه سواء خطاب سياسي او قدره تنظيميه او ما الى ذلك. ما يتعلق بمساله الشيخوخه في الاخوان المسلمين، اتصور ممكن ان تنصرف الى معنيين رئيسيين. الاول يتعلق بشيخوخه الخطاب الفكري والفكر لجماعه الاخوان المسلمين. بمعنى اخر، عندما يتم الحديث عن وجود مشروع سياسي لجماعه الاخوان المسلمين كما يتحدث معظم قيادي الجماعه انه اقامه الدوله الاسلاميه او ما الى ذلك، لا يمكن في حال من الاحوال ان يتم وضع هذا المشروع باعتباره منظومة ايديولوجية مغلقة فيها في حاجة بالاساس الى قدر عالي جدا من البراجماتية السياسية والواقعية السياسية، تتمثل في وجود خطاب فكري وفلسفي خلف هذه المنظومة الايديولوجية. وبالتالي مسألة شيخوخة الخطاب السياسي المسلمين او الخطاب الفكري تحديدا تتعلق بعدم قدرة الجماعة على مجاراة ما يحدث في المجتمع المصري من حيث التطور الديمقراطي. باختصار شديد، الاخوان المسلمين لا يزالون يعيشون الى حد بعيد في مرحله من الغيبوبه الفكريه تتعلق بعدم القدره على طرح افكار تتماشى مع يعني خلينا بشكل اكثر املا، تتماشى مع الامال والطموحات التي يعني ينظر اليها الكثيرين في جماعه الاخوان المسلمين. حتى هذه اللحظه هناك فجوات فيما يتعلق بمساله الديمقراطيه كمنظومه قيم. الفرق او احد الاشكالات الرئيسيه لجماعه الاخوان المسلمين في الخطاب الفكري انها تتعامل مع الديمقراطيه باعتبارها ممارسه وادوات، يعني على سبيل المثال تشارك في انتخابات، تشارك في تظاهرات عامه، في احداث عامه. عندما ياتي الحديث الى منظومه القيم التي تقف خلف مساله الديمقراطيه مثل قيمه المساواه، قيمه الحريه، هناك لحد بعيد غموض. واتصور ان السبب الرئيسي وراء عدم وجود يعني موقف الجماعه مساله الديمقراطيه يتعلق بامرين رئيسيين. الاول هو عدم وجود برامج للتنشئه السياسيه داخل جماعه الاخوان المسلمين. للاسف الشديد يعني عندما قمت بالدراسه الميدانيه على جماعه الاخوان المسلمين وجدت، وكان هذا مفاجئ يعني امر مفاجئ بالنسبه لي، انه معظم برامج الاخوان اما ترتكز على قدر عالي من التعبئه التنظيميه التي تقوم على حشد وتعبئه الاعضاء، واما تنشئه دينيه لحد بعيد. لم اعثر بيدي على قدر من التنشئه السياسيه فيما يتعلق بمفهوم الدوله،
مفهوم النظام السياسي، مفهوم الحريه، مفهوم العداله. طب هذه نقاط يعني كثيره. النقطه الاخرى تتعلق بالشيخوخه، هي كانت تفضلت في مقدمه البرنامج تتعلق بالهيكل التنظيمي للاخوان المسلمين. يعني اساس القوم يعني بشكل عام في بدايه الحلقه تحدث ان الاخوان المسلمين حتى هذه اللحظه هو تنظيم اقرب للتنظيمات التوتاليتاريه او التنظيمات المغلقه تماما. ليس هناك قدره او مرونه حركات جماعه الاخوان المسلمين على الانتقال من مستوى لمستوى اخر، لكن هناك ترسيخ للقيم الديمقراطيه او المشاركه السياسيه بشكل داخل جماعه الاخوان المسلمين. طيب خلينا يعني نتعامل مع هذه النقاط الكثيره دكتور عفوا المهندس علي عبد الفتاح. يعني اصبحنا الان نسمع يعني بعض مثل هذا الكلام حتى من داخل جماعه الاخوان في مثلا احدى المدونات اخيرا طلبت انه او يعني دعت بشكل غير مباشر الى ان اعضاء مكتب الارشاد ممن هم فوق سن السبعين ان يتنحوا لصالح جيل الشباب. هناك يعني حركه فكريه داخل الاخوان الان تدعو الى التطوير ويعني مراجعه كثير من الافكار الموجوده، ما رايك؟ يعني بالطبع يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نحن جماعه دعويه في المقام الاول، جماعه حركيه، يعني احنا في البدايه حركه، ما احناش جماعه فكريه او مدرسه فقهيه او تنظيريه او جماعه فلاسفه. جماعه الاخوان المسلمين حركه في المقام الاول، حركه تهتم بإزالة الاحتلال عن الوطن المتمثل في فلسطين، حركة بتهتم بمقاومة الفساد والاستبداد الموجود داخل الوطن، حركة بتهتم برجوع منظومة القيم والأخلاق الإسلامية إلى البلاد، حركة هدفها الأساسي أن الإسلام ينتظم جميع مناحي الحياة في مصر وفي غيرها بالميزان. فبالتالي الحركة دي حققت الكثير جدا من الأهداف، وأنا بستغرب من الكلام اللي قاله الدكتور خليل اللي بيقول إن الحركة فيها شيخوخة، مع إن بالرصد الواقعي في كلماته هو يعني في أكثر من مكان إن يعترف إن الجماعة لها أدوار متعددة سياسية واجتماعية، وحققت نجاحات كبيرة جدا يعني أخيرهم 2005. وقالوا وحتى ما فهمته من كلامه في الكتاب اللي هو أصدره ان الاخوان صاروا رقم صعب لا يمكن تجاوزه في الحركه السياسيه المصريه، والاخوان قدروا واستفادوا بالثقه المجتمعيه اللي غرستها الجماعه في نفوس الجماهير في قطاعات كبيره. فازاي تبقى شيخوخه والاخوان موجوده في وجدان الشارع المصري؟ ازاي الاخوان تبقى في شيخوخه والاخوان حصلوا اكبر عدد من الاصوات؟ ازاي الاخوان يبقى فيهم حاله من حالات الشيخوخه والاخوان ما فيش مجال من مجالات العمل مع المجتمع الا وصاروا فيه، سواء بقى كان خدمي او اقتصادي او اجتماعي او سياسي، بل بالعكس في اجتهادات بتخرج من الجماعه. واظن في سنه 94 طلعت وثيقه، وسنه 2004 طلعت وثيقه اخرى، ودلوقتي يعني الاخوان بصدد خروج برنامج جديد يعني ربما يكون يعني حوالي سنه من الان، ربما يعني حوالين تعديل البرنامج الجديد في الكثير من القضايا. فبالتالي الإخوان لهم إدارات، لكن لا تنسى أن